بشعار هجن العاصفة بقيادة المضمر الواثق حمد بن راشد بن غدير. ولكن أرى القدوم في هذه اللحظات مشاهدينا متابعينا الكرام والتسلل. لهبيبة مشاهدينا متابعينا الكرام من بدأت تتسلل في هذه اللحظات وتنطلق مع المركز الثاني لسمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم، وانطلاقة سعيد بن سالم اللي نبي تليها مع المركز الثالث، مع المركز الثالث التسلل لتبوك لسمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم، وانطلاقة عبد الله بن ثعيلب الهايري متابعا لهذا الانطلاق المثير. رابع التحديات في لسيدي سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم ولكن أرى التسلل في هذه اللحظات مشاهدينا متابعينا الكرام، والانطلاق أيضا الانطلاق للظبي التابعة لهجن العاصفة من بدأت تتسلل وتنطلق في هذه اللحظات مع المراكز المتقدمة وبقيادة حمد بن راشد بن غدير. نتابع المركز الخامس، نتابع المركز الخامس، القدوم في هذه اللحظات من فيل سيدي سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم، وانطلاقة علي بن راشد بن غدير متابعا لهذا الانطلاق المثير. وارى التسلل، ارى التسلل الحبايب لسمو الشيخ سعيد بن مكتوم بن رايد المكتوم، غانم بن مسفر بالقوبه في عمليه تضميرها وتدريبها تنطلق مباشره مع المركز الخامس، المركز السادس، المركز السادس. التسلل، التسلل، التسلل لغياره التابعه لهجن العاصفه حمد بن راشد بن غدير، من يتابع انطلاقه غياره اللي انطلقت بدورها مع المركز السادس. سابعا من الجانب الاخر، من الجانب الاخر هبلوله لمعالي الشيخ محمد بن بطي ال حامد ومحمد بن سعيد بن مبروك الحميري في عمليه التضمير والتدريب. ثامن الانطلاقات وثامن التحديات. نتابع نجده، نتابع نجده مع المركز الثامن لسيدي سمو الشيخ حمدان بن محمد بن رايد المكتوم، سفير المضمرين سالم بن حمد بن هيان العامري في المتابعه والانطلاقه. وتاسعا نتابع، نتابع نجده، نتابع نجده مع المركز التاسع التابع لهجن العاصفه حمد بن راشد بن غدير، من يتابع هذا الانطلاق المثير. ومع المركز العاشر من الجانب الاخر، من الجانب الاخر الشاهينيه لسمو الشيخ مكتوم بن حمدان بن راشد ال مكتوم، سالم بن نايع بالشاوي الاغفلي، من اعلن هذا الانطلاق، من اعلن هذا التحدي. ولكن منعود مع الصداره، نتابع البدايه، نتابع المقدمه، نتابع التحديات المثيرة والتجمع، التجمع على مقدمة هذا الشوط. ولكن أرى التسلل، أرى التسلل، نتابع المقدمة جلمودة، جلمودة ما زالت تسيطر، كل السيطرة على مجريات هذا الشوط منذ البداية، منذ البداية بشعار هجن العاصفة حمد بن راشد بن غدير، من يتابع انطلاقة جلمودة والظبي بدأت تنضم أيضا مع المقدمة والصدارة بشعار هجن العاصفة يقدمها الواثق حمد بن راشد بن غدير. وأرى تبوك، أرى تبوك مع المركز الثالث بشعار سمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم، وانطلاقة عبد الله بن ثعيلب الهايري، من يتابع انطلاقة تبوك مع المركز الثالث. غيارة تنطلق مع المركز الرابع بشعار هجن العاصفة حمد بن راشد بن غدير، من يتابع، من يتابع انطلاقة غيارة والمربع الذهبي اللي يحتضن هذه النجوم. يا سلام مع سن اللقاية، سن المفاجآت، نعود بالصدارة، نتابع البداية. الظبي انطلقت، الظبي انطلقت بناموس هذا الشوط، ولكن جلمودة، جلمودة. وأرى، أرى غيارة الشعار أيضا على مقدمة هذا الشوط، شعار هجن العاصفة ينطلق بالمقدمة مع الكوكبة الثلاثية، مع الكوكبة الثلاثية، غيارة وجلمودة، جلمودة وغيارة. ولكن غيارة، غيارة غارت على الصدارة وغيرت الجميع وانطلقت بناموس هذا الشوط. تهانينا لهجن العاصفة وتهانينا للمضمر حمد بن راشد بن غدير مع الكوكب الثلاثية، ما غيارة وجلمودة والظبي، واللي وصلت مع المركز الرابع تبوك لسمو الشيخ حمدان بن رايد المكتوم. المركز الخامس تصل فيه نجدة لسيدي سمو الشيخ حمدان بن محمد بن رايد المكتوم. هذه النتيجة مشاهدينا متابعينا الكرام للخمس المراكز.
المراكز الأولى. نعود بالتوقيت الزمني ولحظات وصول غيارة إلى خط النهاية تقطع مسافة السباق في فترة زمنية مقدارها 6 دقائق. هذه لحظات الوصول 14 ثانية 9 الزامنة الثانية. تهانينا لهجن العاصفة والتهاني للواثق حمد بن راشد بن غدير، بينما اللي وصلت مع المركز الثاني جلمودة تاتي أيضا في فترة زمنية مقدارها 6 دقائق 16 ثانية جزء واحد من الثانية. تهانينا لهجن العاصفة والتهاني لحمد بن راشد بن غدير، بينما اللي وصلت مع المركز الثالث الظبي تقطع المسافة في فترة زمنية مقدارها 6 دقائق 16 ثانية جزئين من الثانية. تهانينا لهجن العاصفة والتهاني للواثق حمد بن راشد بن غدير.